طيب لو قلت لك في فن نظيف وفي فن مش نظيف؟ طبعا، بس بقى كلمة نظيف ومش نظيف ديت تبقى عند كل واحد باعتباراته هو، يعني دي كلمة مش عامة يعني. ممكن النظيف إيه؟ النظيف بالنسبة لحد يبقى النظيف هي أشهر معنى للجملة، نظيف أو مش نظيف يعني بوس وأحضان، ده بالنسبة لهم سينما نظيفة ولا سينما مش نظيفة. لا، أنا بشوف نظيف ومش نظيف فريم، بشوف نظيف ومش نظيف لبس. اعتباراتك إيه؟ اعتباراتي أنا اللي أنا بقوله ده، إني فريم شكله حلو، فوتج شكلها حلو يعني لايقة على المكان اللي هي معمولة له، لايقة على الدراما اللي هي معمولة ليها. مدير تصوير عامل شغل كويس، ارت دايركتور عامل شغله، مهندس صوت عامل شغله، مخرج مركز في كل التفاصيل اللي حواليه، مركز في كل ادواته. الفن اللي مش نظيف بالنسبه لي انا الفن اللي هو بتفرج على حاجه شبه اللي قبلها وشبه اللي قبلها، فيها مط وتطوير، تكرار، فيها تكرار وما فيهاش ابداع وما فيهاش يعني ما تحسيش ان انا اقول ايه ده الراجل ده مين. لو كلمتك على حكايه حياه، انت يمكن محمد سامي اعتذر بعد حكايه حياه عن بعض الالفاظ اللي كانت خارجه، عايزه اعرف ايه اللي خلاك تطلع تعتذر وانت مقدم حاجه مقتنع بيها؟ انا وانا بقدم حكايه حياه ما تصورش كله في يوم، فما بتحسيش بالحاجات جنب بعضها الا لما بيتمنتج بقى كل الاورز اللي انت صورتيها وتشوفيه جنب بعضه. انا حسيت ان الدوز كانت شويه زياده في حكايه حياه، كانت شويه في الفاظ. وحصل لي موقف كنت يمكن انا حكيته قبل كده، كنت في بيتي بتفرج وكانت اختي موجوده واهلي، ولقيت بنت اختي ما اختي ما اتفرجهاش على المسلسل. ده موضوع ضايقني قوي، ده موضوع يعني اذني نفسيا، ان انا مبسوط جت قالت لي انا مامي مش بتخليني اتفرج على المسلسل بتاعك. فقلت انا طب انا ممكن يعني احاول انقي لفظ تاني بقى يليق للمعنى ولا اعمل ايه، يمكن انا غلط. امي اتكلمت معايا، امي هزقتني جامد جدا، يعني امي هزقتني جامد جدا على الفاظ حكايه حياه. قالت لي يعني لو هي دي الرساله اللي انت عايز تسيبها للناس انت حر.